ينضم إلينا من نجران استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي آل سويدة. مساء الخير دكتور علي، وأهلا بك معنا في عين الخامسة. دكتور علي، بداية يعني تجاوز عدد المسجلين لأخذ اللقاح المعتمد ضد فيروس كورونا المستجد نحو 1,000,000 شخص في تطبيق صحتي، وأيضا من تلقى هذا اللقاح تخطى 100,000 شخص. هل تتوقع الأرقام تكون متزايدة خلال الأيام القادمة؟ تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم، أشكر لكم إتاحة الفرصة لي. ثانيا نحمد الله أننا نعيش على هذه الأرض المباركة تحت هذه القيادة الحكيمة، حيث توفر هذا اللقاح الذي أثبت فاعليته وأحدث ما توصل إليه العلم في يومنا الحالي. ونحمد الله توفر عندنا وإجراءات الحصول عليه إجراءات منظمة ومرتبة ومتيسرة للجميع. زيادة الأعداد تدل على الوعي الذي وصل إليه مجتمعنا ما شاء الله تبارك الله، من ناحية الثقافة اللي وصلت وأن أمان الفيروس وفعاليته، وهذا الشيء كنا يفتقره الكثير في بداية أي لقاح بعد أي وباء في نهاية الأوبئة كما عرفنا ضمن التاريخ. ولكن الحمد لله في بلدنا الوعي حاضر ومجتمعنا متفق وزيادة الأعداد متوقعة ما شاء الله. طيب دكتور علي، يعني كيف تقيم الالتزام من المواطنين والمقيمين بالإجراءات الوقائية رغم وصول اللقاح؟ لأنه هناك لأنه دكتور البعض استشعروا أنه بالأمان ولكن لم يأخذوا التطعيم، من الممكن أنه يسبب إشكالية كبيرة، ممكن ترتفع الإصابات من جديد. الفيروس يتحور عدة مرات ويزيد انتشاره في بعض كما كتب في بعض المقالات على الإنترنت، والشيء هذا يجعلنا نحذر كثيرا ونطالب دائما وأبدا بالالتزام بالإجراءات الوقائية، والفيروس لم ينتهي بعد ولا زالت هناك أعداد وبعضها يضطر إلى الدخول إلى العناية التنويم والدخول إلى العناية المركزة. دائما وابدا تمكين العقل والالتزام بالاجراءات الاحترازيه، الكمام، غسل الايدي بانتظام، التباعد الاجتماعي، لا زالت نصائح مطالب بها المجتمع قبل التطعيم بالصوره المطلوبه. طب دكتور علي، هل طرأ شيء جديد على الفيروس كورونا في المملكه؟ فهناك بعض التحورات من ناحيه علامات من ناحية الأعراض التي يحضر بها المصابين، وليس هناك لم يحضر إلى الآن الفيروس المتحور لم يسجل المملكة العربية السعودية بعد، والحمد لله القرارات اللي كانت متخذة للتحكم بالفيروس كانت قرارات حكيمة وجبارة أثبتت مدى فعالية المملكة العربية السعودية في مواجهة الجائحة. طيب السؤال الأخير دكتور علي، يعني هناك من تحدث بتذكير بسلاح منسي لمحاربة كورونا وهو الأسهل كما تحدثوا بعض الأطباء، قالوا ابقوا النوافذ مفتوحة، هذا هو الحل السحري لمواجهة كوفيد-19، ما صحة هذه المعلومة دكتور علي؟ التهوية الجيدة مطلب، الهواء الفريش، ولكن التعرض للبرد لا ينصح فيه أبدا، فهناك أوقات تغيير هواء الغرفة أو تغيير هواء المكان منصوح به، ولكن ليس للتعرض للبرد خاصة في هذه الأيام، أيام شتاء وقد يكون الهواء بارد ويسبب في إنفلونزا وهي أعراض أخرى. طيب كان معنا استشاري أمراض المعدية الدكتور علي آل سويدان، شكرا جزيلا لك دكتور علي.